للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الاستاذ كامل الحساني. اهلا بكم الى استوديو رافدين. النائب حسن العلوي يقول ان الحكومه في بغداد تسهل عمليات سرقه ناقلات النفط من حقول الجياره. اذا ما مصلحه حكومه بغداد من تسهيل سرقه النفط؟ موضوع سرقات النفط واصبحت مثل الحصص الحزبيه والحصص الحكوميه. الان الميليشيات بعد سيطرت على مقدرات البلاد صار من السهل عليها ان تسيطر على موضوع النفط وتصديره، وهذا بدات من الجنوب واخذ مداها بشكل مؤسسي من كردستان، والان الميليشيات تعودت على مصاريف ومدخولات وما عدا الا ان تتوسع في تهريب النفط، وخاصه بعد ما ايران سمحت بقبول النفط المهرب مره ضد الحصار الامريكي ومره بخلق مزيد من الفوضى داخل العراق. نعم، الشواهد في المقابل تقول ان الميليشيا الحشديه المسؤوله عن عمليات تهريب النفط. هل هناك ثمة تواطؤ بين الحكومة في بغداد والميليشيا التي تقوم بتسهيل سرقة النفط؟ حقيقة لا توجد حكومة بالمفهوم الحكومة. الحكومة فقدت قدرتها على المحاسبة. يعني إذا وزير النفط أقسم باحترام الدستور القانون وتطبيقه على الجميع، الآن متردد منذ اسابيع باعلان الجهه التي نهبت وسرقت اكبر مصدر الشرق الاوسط اللي هو مصدر بيج اللي وقفت به السيد سامر الغطان. رغم الجريمه مشهوده ومصوره ومعلنه موجوده بالويب سايت وكل العالم شهد كيف تم نهب المصدر وتم بيع اجزاء منه خرده الى ايران والى بعض المصارف الصغيره في كردستان. يرفض وعنده ملفات التحقيق ويرفض ان يتفرع عن الجهات المسؤوله عن ذلك. فقدان قدره الدوله على المحاسبه فتح شهيه كل العصابات والميليشيات انه يزيد من ممارسه تهريب النفط الاسود. نعم، هل ثمة ربط بين التفجيرات التي كانت تقع في من وقت الى اخر في نينوى والموصل وبين صراع تلك الفصائل على النفط؟ يعني لن نشهد صراع عميق، لانه هذه الفصائل تعرف انه كلها مشتركه بالجريمه وتتستر وحده على الاخرى حسب قوتها وعضلاتها الميليشياتيه واموالها. واعتقد الايام القادمه ستتوسع عمليات التهريب مثل ما ذكرت في البدايه، بانه ايران بحاجه الى هذه العمليات حتى تمول مصافئها ومعاملها داخل ايران. الى اي مدى تستفيد ايران من تهريب النفط؟ هل تعتقد ان العمليات يمكن ان توقع العراق تحت طائله العقوبات الامريكيه، يعني تحت ظل اصرار قاده الميليشيا والحكومه على كسر العقوبات الامريكيه المفروضه على ايران؟ يعني الامريكان مجهولين مشاغل اكبر من موضوع تهريب النفط في العراق، يعني حتى لما كانوا هم مسيطرين على العراق ومقدرات العراق لم يستطيعوا ضبط موضوع التهريب. فكيف اذا هم الان يعني في مجموعه من الالوف ووجودهم استخباري مراقبي، يعني ما عندهم لا عده ولا عده في السيطره على موضوع التهريب. وهذا موضوع مسلم به. العراق الان مطلوب منه ان يصدر 3 مليون برميل، وسومو الان قادر ان يصدر 3 برميل مليون برميل يوميا، وهذا هم اللي يحتاجوه. اما هذا التهريب من هنا وهناك غير معنيين به، لا يحتاجون امكانيات وهم غير قادرين ان يوفروها الوقت الحاضر الى العراق. الاستاذ كامل الحساني رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.